امرأة طافت طواف العمرة وفي شوطها الثاني تذكرت بأنها لم تتوضأ، فسألت رجل فقال لها اكملي ولا بأس، علما بأنها حامل وعليها مشقة في خروجها من الطواف للوضوء، فما حكم العمرة وهل عليها إعادة الطواف؟ عليها إعادة الطواف والسعي والتقصير لأنها لم تعتمر إلى الآن. الطواف الذي طافته وهي على غير وضوء غير صحيح، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة أيضا مثل الصلاة، فعليها أنها تعود تؤدي العمرة طواف وسعي وتقصير وتبادر بذلك. وإذا كانت تقول أنها حامل على عربة تحمل على عربة ويطاف بها ويسعى بها على عربة. نعم.